أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني من سلسلة آيات للموقنين. الله عز وجل يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه الآيات أيها الأحبة هدفها أن تصل إلى حقيقة أن الله موجود. لذلك قال تعالى في الآية التالية: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فكما أنكم ترون هذه الآيات ورأيتم حديثا عنها في القرآن، فهذا دليل على أن هذا القرآن هو حق، كما أنكم لا تشكون أنكم تنطقون. هذه هي عظمة القرآن أيها الأحبة، يخاطب العقل والقلب والروح معا. ليس لدينا إيمان أعمى، بل الإيمان مبني على اليقين. وبالتالي كل الأنبياء كان لديهم معجزات وتأملات كونية قادتهم إلى هذا اليقين الذي هو الهدف من وجودك أيها الإنسان على هذه الأرض. اليوم أيها الأحبة سوف نطرح سؤالا: ما هو تأثير الارتفاع في السماء أو الصعود باتجاه الأعلى على صدر الإنسان وعلى حياته؟ سوف نجد إجابة علمية أولا ثم إجابة قرآنية. الحقيقة حاول العلماء الناس أو البشر الصعود إلى ارتفاعات عالية جدا، ولكن قدرتهم محدودة، وحاولوا تسلق الجبال أيضا، ولكن تبين أنك إذا تسلقت جبلا عاليا جدا فوق ارتفاع محدد فإن كمية الأكسجين تكون قليلة جدا، سوف تصاب بالاختناق والموت. الله تعالى ركب غلافنا الجوي من طبقات. هذه الطبقات أيها الأحبة كلما ارتفعت للأعلى تتناقص نسبة الأكسجين. هناك كثير ماتوا وهم يتسلقون جبال الهيمالايا مثلا، التي يبلغ ارتفاعها 8880 مترا، بسبب نفاذ الأكسجين لديهم في الأعلى ولم يستطيعوا أن يتنفسوا لأن كمية الهواء غير كافية أو كمية الأكسجين غير كافية، وبالتالي حدث لديهم ضيق شديد في الصدر واختنقوا وماتوا في أعالي هذه الجبال. سبحان الله. الحقائق العلمية التي نود أن نعرضها اليوم، والتي أتمنى أن تكون وسيلة لزيادة إيمانك عزيزي المشاهد، هي أولا أن الإنسان عندما يرتفع في السماء أو في الغلاف الجوي يبدأ الضغط الجوي بالتناقص، كلما ارتفعنا تبدأ نسبة الأكسجين تنخفض كلما ارتفعنا أيضا، حتى تصل إلى حدود حرجة يختنق معها الإنسان، ولكن خارج الغلاف الجوي لا يوجد هواء والضغط بحدود الصفر تقريبا، وبالتالي
فإن الموت مؤكد ومحتم إذا خرجت خارج الغلاف الجوي. هذه الحقيقة أراد القرآن أن يعطيك أيها الإنسان إشارات أن حياتك على الأرض ينبغي أن تكون هادئة مستقرة، وليست كحياة أولئك على الجبال يصابون بضيق الصدر ويختنقون ويموتون. آيات للموقنين. الله سبحانه وتعالى يقول: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن هنا توسع في الصدر، يعني راحة نفسية هائلة. ومن يرد أن يضله ماذا؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. سبحان الله، الموت هو مصير من يعيش في أعالي الجبال إذا لم يأخذ معه هذا الأكسجين. أحبتي في الله، يعني والله إن الإنسان لا يعجب. لماذا يعني رب كريم وعظيم جدا، هل هو بحاجة لأن يقنعك أيها الإنسان وهو خلقك؟ هل الله بحاجة لإيمانك أصلا أو بحاجة لك أصلا؟ هذا كله من رحمة الله تعالى بك أيها الإنسان، أنه جعلك ترى هذه الآيات وهذه الحقائق العلمية. القرآن كتاب علم أيها الأحبة، ثم أنبأك عنها وأخبرك هل تحب أن تعيش حياة منشرحة الصدر أم تعيش مثل إنسان كأنما يصعد بصعوبة، يعني كأنما يصعد في السماء. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا مضغوطا كأنما يصعد في السماء. إذن لماذا تفضلون الحياة التعيسة الضيقة وتتركون الحياة المنشرحة الواسعة التي أرادها الله لنا سبحانه وتعالى؟ والله يا أحبتي، إن الذي يتأمل هذه الحقائق لا يملك إلا أن يشهد أنه لا إله إلا الله، وأن يشهد أن هذا القرآن كما وصفه الله تبارك وتعالى عندما قال في أول آية بعد الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب لا يوجد فيه أدنى شك أو أدنى ريب. وقال في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين، رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري، جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سامع.